طيب نروح بقى الموضوع تاني. يمكن زي ما حضراتكم عارفين انه خلاص المساجد فتحت المطاعم فتحت، الكافيتريات فتحت، ولكن في اجراءات وقائيه، في حاجات لازم الواحد يلتزم بيها لانه كورونا لم ينتهي، بس الواحد لازم يحافظ على نفسه. يمكن كان في قرار مهم جدا من وزاره الاوقاف، وهو غلق مسجد الامام الحسين رضي الله عنه لحين اشعار اخر، إحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة لخروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية اللي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة. وقررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين زي ما قلت لحضراتكم، لسه مش عارفين امتى هيتم فتحه مرة تانية، وجميع الأئمة طبعا تم تحويلهم للتحقيق بسبب التقصير. هنعرف بقى الأسباب وهنعرف ايه الشروط كمان اللي لازم تكون موجودة، ازاي بيتم الالتزام بالضوابط الإجرائية والوقائية اللي قررتها الوزارة عشان ما تضطرش ان هي تغلق اي مسجد نتيجة لمخالفة الإجراءات الوقائية. معانا على التليفون الدكتور هشام عبد العزيز، امين عام المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، طب عليك وعلى كل الشعب المصري، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. غلق المسجد، واحنا عارفين انه المسجد الحسين ومحبو ال البيت بشكل عام بيبقى فيه زحمه، فيه تكدس، فبالتالي ايه الاجراءات اللي لازم تكون موجوده في هذه المساجد تحديدا علشان خاطر يعني ما يبقاش في مساءله قانونيه ولا اداريه للعاملين في المسجد؟ البدايه بس احنا بنقول عودا حميدا الى بيوت الله عز وجل، وطبعا غلق دام اكثر من 3 اشهر، لكن الانصاف بيقتضي ان احنا نقول ان مع بدايه الفتح كان في وعي كبير جدا من رواد المساجد، وده سمه الشعب المصري انه دايما في المواقف وفي الازمات بيبقى في وعي كبير جدا. قبل فتح المساجد يمكن معالي الوزير الدكتور محمد مختار جمعه عقد اجتماعات مع قيادات القطاع الديني ومع مديري المديريات على مستوى الجمهوريه لوضع القواعد والضوابط والاجراءات الاحترازيه الوقائيه لتنظيم عمليه اعاده فتح المساجد. يمكن كان في بدايه الامر ان فتح المساجد مش هيبقى مفتوح كل المساجد، لا، الفتح هيبقى للمساجد التي ترشحها المديريات، بمعنى كل مديريه بترشح في المرحلة الأولى المساجد اللي ممكن نفتحها مع الالتزام بالضوابط. كان أهم هذه الضوابط عدم فتح دورات المياه نهائيا، بمعنى أن دورات المياه تغلق نهائيا، عدم فتح دور المناسبات نهائيا، عدم دخول صلاة الجنازة أو الجنائز إلى المساجد. بالنسبة للمساجد التي بها أضرحة زي ما حضرتك بتقولي، كان التعليمات مشددة بهذا الأمر، وهو عدم فتح الأضرحة نهائيا مع غلق الابواب المؤديه اليها. وطبعا كان عدم اقامه اي نشاط في المسجد من اقامه دروس او امسيات دينيه او تحفيظ قران، عدم فتح المكتبات ايضا داخل المسجد. كان كل ده مع الضوابط التي لابد للمصلي وهو داخل يلتزم بيها، اللي هو ارتداء الكمامه معاه المصلى الشخصي السجاده الصغيره اللي احنا بنقول عليها، والتباعد. ممكن احنا يعني لو شفنا صور هتلاقي حضرتك التباعد معموله كل الاشعارات في المساجد وموضوعه، في تباعد كبير بين المصلين وعدم المصافحه او المعانقه. وبعد خروج المصلين من المسجد تبدا عمليه التعقيم والنظافه مره اخرى. بيبقى المسجد لابد ان يكون تحت اشراف امام وعامل، او تحت اشراف مقيم شعائر وعامل، أو تحت رئيس قسم وعامل، أو تحت مدير إدارة وعامل. المهم لابد أن يكون هناك في مسؤول من وزارة الأوقاف عن هذا المسجد الذي تقام فيه الصلاة ويتم فتح المسجد ومعرفته بأحد موظفي وزارة. طيب دكتور هشام، أنه كان بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل المسجد، هو ده اللي وضح انه كان في مخلفات وفي تزاحم وفي يعني تقبيل لجدران الضريح. طيب لو ما كانتش هذه، هكمل سؤال ثواني يا دكتور. لو ما كانش هذا البث المباشر موجود، طيب في الاماكن الثانيه وفي المساجد الثانيه اللي بيكون في عليها اقبال بنعمل ايه ساعتها؟ هل بيكون في
بشكل دوري، حد بيتابع، حد بيشوف في اوقات الصلاه تحديدا، بالاخص محبو آل البيت. تمام، هو حضرتك سواء كان البث ال 12 على مواقع التواصل او لم ينشر كان الاجراء سيتخذ، يعني احنا مش عشان خاطر مثلا تم بث الحاجه دي احنا عملنا كده، لا لا، احنا عندنا متابعه دوريه لكل المساجد على مستوى الجمهوريه، كل المساجد بيبقى فيها تفتيش دائم 24 ساعه، تفتيش ميداني، فالحاله دي سواء كان بث حصل او لم يبث او لم يبث كان سيتم احاله. يعني حضرتك عايز تقول للناس انه في متابعه دوريه للمساجد وبالاخص مساجد آل البيت اللي بيكون عليها زحمه وتكدس، وانه سواء كانت بث او غير يعني بث مباشر على المواقع، في متابعه من حضراتكم لهذه المساجد، واي حد هيخالف هيتعرض للمساءله. واحد هم عارفين كده، عارفين ان اي مسجد ستقع فيه مخالفه او اي مسجد لا يلتزم بالضوابط والاحترازات الوقائيه التي وضعتها الوزاره سيتم غلقه على الفور، وسيتم احاله المقصرين سواء كانوا ائمه او عمال او القائمين على المسجد سيتم احالتهم الى التحقيق. احنا دايما يمكن استاذ خلود يمكن معالي وزير الجمعه اللي عدت كان موصل رساله من خلال خطبه الجمعه بيقول للرواد المساجد كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، ولا يتوصل الى طاعه الله بمعصيته في اذى الاخرين. احنا برضه يا فندم محتاجين نوعي المواطنين، يعني لازم يكون في برضه توعيه للمواطنين. انت حضرتك احنا التعليمات بتاعت الاوقاف ان كل عند كل صلاه، كل صلاه الامام او خطيب المكافاه المسؤول عن المسجد بيوعي المصلين وبيرشدهم وبيقول لهم احنا لازم نلتزم بهذه الاحترازات وهذه الضوابط، وده عشان يبقى فيه سلامه للشخص وسلامه للاخرين، لان حفظ النفس اصلا هو من مقاصد الاديان، حفظ النفس الانسانيه هو من مقاصد الاديان. فالتوعيه المستمره ويمكن على موقع الوزاره على طول البيانات ويمكن التليفونات ويمكن 24 ساعه غرفه عمليات على مدار الساعه فيها توعيه، ويمكن احنا لو حبينا نرصد المخالفات احنا عندنا يعني مساجد على مستوى الجمهوريه عديده جدا، لو حبينا نشوف عندنا مثلا خلال هذا الاسبوع لا يتجاوز يعني عدد الاصابع المخالفات، فده دليل على الوعي التام بصراحة، واحنا يعني نثمن هذا الوعي الكبير لجميع رواد المساجد، هو أظهر وعيا تاما. تفترض مثلا في مخالفة 2 3 10 هذه لا تمثل شيئا في العدد الكبير جدا في فتح المساجد، وأغلب المساجد تحافظ على الضوابط وأغلب الرواد بيحافظين وعندهم وعي جديد جدا، واحنا الإنصاف بيقتضي احنا أي مخالفة على طول بنظهرها، احنا ما بنخبيش حاجة، احنا عندنا شفافية ومصداقية، أي حد مخالف احنا بنعلن عنه على الفور وبنقول أن ده خالف التعليمات وتم غلق المسجد لعدم الالتزام بالضوابط وتم إحالة المقصرين. تمام دكتور هشام، اللي هيخالف القوانين والإجراءات الاحترازية هنا إيه العقوبة؟ أي حد العقوبة على طول أي مخالفة غلق المسجد فورا. وبالنسبة للموظفين داخل المسجد؟ بالنسبة للموظفين يتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية، والشؤون القانونية بقى هي اللي هتفحص تشوف مدى التقصير، التقصير ده كان من واحد او من اثنين او من ثلاثه، وهي اللي هتتخذ الاجراء القانوني، يعني احنا ما فيش تعسف ولا مثلا ما فيش اي هو الشؤون القانونيه هي التي ستتخذ هذا الاجراء، وهي اللي هتقدر وتقول الراجل ده يستحق جزء كذا او الراجل ده يحصل معاه كذا او شيء من هذا القبيل. تمام، واحنا بنتمنى طبعا بشكر حضرتك، وبنتمنى طبعا ان خطبه الجمعه على قد ما نقدر يعني كل اسبوع يكون فيها توعيه للمواطن، وبالاخص في الاماكن البسيطه وفي الاماكن اللي بتشهد طبعا تجدس او زحام، نوعي المواطن بشكل اكبر. معنا دكتور هشام. طيب دكتور هشام عبد العزيز، امين عام المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، بشكرك على مشاركتك معنا.